ضيفنا اليوم العدد جديد من هذا برنامج واحنا توا حاليا في سيدي بوسعيد. ضيفنا هو خشينا من الجزائر. اليوم ضيفنا هو نسيم تونسي. اهلا وسهلا نسيم. اهلا بيك. كيف الحال؟ مساء النور مساء الورد. الحمد لله. وانت شنو احوالك؟ صباح عليكم. مساء الخير على المشاهدين على التوانس احبابنا. ان شاء الله نقضيوا وقت حلو مع بعضنا وان شاء الله يعجبهم الجمهور الحوار ان شاء الله. عايش. هو سيدي بوسعيد انا نحس فيها انه فيها جو مختلف هيك، فيها الكالم، فيها انشار مش نورمال. نحس انه سيدي بوسعيد قريبه ليا بزاف، نحس اني نلقى راحتي فيها. سي بورسون حب اني اشاك فوا تجذبني ليها سيدي بوسعيد، نروح لها ونولي لها. هو انا ما اخترتش اني باش نخرج ننتشر خارج الجزائر بهذه الطريقه. انا نحب نتعامل مع جميع الفنانين، ويعني تقدمت لي الفرصه هذه، كانت لي الفرصه باش نتعامل مع هذه الفنانه. يعني انا ما نقولش لا، انا الفنانه هذه بعد قريب القلب. يعني شو الاشعار تكتب فيهم؟ حب، رومانسيه، خيانه ولا حاجه؟ ما عنديش انا يعني موضوع معين نحب نكتب فيه. انا نحب نكتب في جميع المواضيع، يعني تجيني فكره نكتب عليها. مانيش يعني مقيد نفسي بموضوع معين بحكايه معينه. نحب اني نتطرق لجميع المواضيع، ونحب اني نكون كنسيم تونسي. ما نحبش نشبه في كتاباتي لعبد واحد اخر. نحب دائما اني نكون متميز في كتاباتي ونخلي توقيعي. يعني كما نقول استنوني قريبا في كيمو شو 3. نسيم تونسي الكاتب الجزائري من تونس الحبيبه.